بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2، إن شاء الله استكمالا لتصميم القاعدة المعرضة لباي أكسيال مومنت. هنبتدي نكمل الخطوات بتاعة التصميم بتاعتنا. الخطوة الثالثة بعد ما جبنا الأحمال وجبنا الدايمنشنز، مفروض إن احنا نجيب الستريسز. في مشكلة هنا، زي ما أنا بقول أنا عندي هنا فورس عبارة عن البي، وعندي ام اكس، وعندي ام واي، فعايز اجيب الاستريسز تحت نقاط مختلفة. طبعا الاستريسز غير متساوي، فانا هعمل ايه؟ هختار نقط اللي تهمني في التصميم بعد كده، يعني النقط اللي انا عايزها عشان اصمم المومنت، اصمم الشير، اصمم البانشنج وخلافه. فاجيب الاستريسز زي نتيجة ام اكس وام واي. معروف لو كانت سمك الخرسانة العادية اصغر من 20 يعني مش داخلة معايا في التصميم. اول حاجة اجيب الاي اكس اللي هو طبعا بيساوي الاي واي عشان ده مربع، عبارة عن البي ار سي اس 4 12، طبعا مفروض بي في ايه اللي تكعيب على كام؟ على 12، لكنك منه مربع فبقت بي اس 4 على 12. طيب وبعدين اقول له السيجما نت بتاعتي بتساوي البي وركينج على بي ار سي في بي ار سي زائد او ناقص، المفروض زائد او ايه؟ او ناقص ام اكس وركينج في الواي على اي اكس، زائد او ناقص ها ام واي وركينج في اكس على اي مين واي. طيب انا عندي، خلي بالك، عندي الام ديت وعندي الواي ديت، وعندي الام ديت وعندي الواي ديت، حلو، وعندي البي وعندي ده وعندي ده. طب ما خلاص، يعني ايه خلاص؟ يعني ببساطه خالص انت كده من ده عرفت تجيب ان السيجما نت بتساوي ايه؟ بتساوي رقم اللي هو بي وركينج على ده بي ار سي في بي ار سي او بي ار سي سكوير، زائد او ناقص رقم تاني مضروب في واي، زائد او ناقص رقم ثالث كده مضروب في مين في اكس، وغالبا هيبقوا متساويين عشان عندي المومنت ماله متساوي والقاعده مربعه. خلاص لو حطيت اكس وواي لاي نقطه من النقاط ديت تقدر تطلع منهم مين؟ الاستريسز بتاعتك. وده فعلا اللي انا عملته، عندي نقطه 1 و2 و3، طبعا 1 و2 و3 و4 دول هيجيبوا لي الاستريسز اللي انا عايزهم بالنسبه للبانشنج عشان اجيب الافريج بتاعتهم. 1 و3 ماشي، و خمسة وستة دول محتاجهم انا عشان المومنت، عشان الكريتيكال سيكشن على بعد سي اي. طيب ونقطة سبعة وتمانية دولت اللي هم على بعد الدي ديت، ده محتاجهم عشان الشير، بس انا مش هقدر اجيبهم عشان لسه ما عنديش مين الدي بتاعتي، فهخليهم حتى انا كاتب ارسمها لكم بالاحمر كده عشان دي مش هقدر نجيبها. هحط الاكس والواي بتاعتي مفيش مشكلة، لكن مش عارف الاكس بتاعتها كام ولا الواي بتاعتها بكام. ممكن اكون عارف الواي، الواي مثلا بتاعت نقطة 8 اللي هي مين؟ المسافة نص القاعدة، لكن الاكس كام؟ انا ما عنديش الجي ديت. خلاص واضح؟ فدول مش هقدر اجيب لهم الاستريسز غير اللي بعد ما اجيب الايه؟ الجي بتاعتي. طيب هي بس ملحوظة صغيرة تخلي بالك منها، ان انا عندي المومنت ده بيعمل كده اللي هو الام اكس، فكل النقط ديت خلي بالك الام اكس مضروبة في الواي، صح؟ كل النقط ديت الواي بتاعتها طالما مضغوطة نتيجة المومنت دوت، يعني هي مضغوطة من المومنت ده، يبقى الواي بتاعتها هتبقى كلها موجبة، لكن الاكس بتاعت او الواي بالنسبة للنقط ديت هتبقى سالبة. تعال اخش الام واي، شايف الام واي بيلف كده، فكل النقط ديت مضغوطة، يبقى كل النقط ديت الاكس بتاعتها مالها؟ موجبة، اما النقط ديت هتبقى الاكس سالبة عشان اعرف احط الاشارات اللي هي زائد او ناقص هنا. اقدر اجيب السيجما نت لكل النقط، ولازم اكبر سيجما نت لازم تكون اقل من الكيو نت ايه اللو، اضربها في واحد ونص اقدر اجيب الاف يو ان، اقدر اجيب الاف يو ان بتاعتي، والاف يو ان ديت هي اللي بستخدمها في الديزاين بعد كده. بس الكلام ده لو كانت سمك الخرسانه عاديه مالها اقل من 20. طب لو اكبر من 20 خلاص هجيب بقى الاي اكس والاي واي ده بتاع البلين كونكريت، واجيب الاي اكس والاي واي بتاع الانفورسد ايه كونكريت، واجيب سيجمنت بالطريقه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت تحت الخرسانه العاديه عشان اشيك ان هي تبقى اقل من الكيو نت الاول، ومن هنا اجيب بقى الاف يو ان على طول بقى بي التيميت على بي ار سي في بي ار سي ام اكس واي. طبعا ما تنساش زائد او ناقص. تقول لي فين الزائد والناقص؟ يعني اخد امتى زائد وناقص؟ تعلمنا نقولها تاني، لو انا عندي ام اكس كده بتضغط في كل النقط ديت، يبقى نقطه 1 و7 و5 و4 الايه؟ الام اكس لاحظ مضروبه في واي، الوايات بتاعتهم مالها؟ كلها موجبه، والوايات بالنسبه لدي تبقى مالها؟ سالبه. تعال اخش ده ام واي، كل دولت الاكس بتاعتهم مالها؟ الاكس بتاعتهم موجبه، وديت الاكس بتاعتهم مالهم؟ موجبه. اسف بتتشد يبقى مالها؟ يبقى سالب، يبقى اقدر احط الاشارات واقدر اطلع الاف يو ان عند النقط عشان استخدمها في الديزاين بعد كده.